عملت شوية مربى طين قطع، انما تحفة تحفة تحفة. شايفين؟ بصوا كده قطعة جميلة ازاي، تتاكل كده بالمعلقة. مربى جميلة جدا، غير انها مرملة وقطع كده، وبنتحدى بيها في تراك، احلى واجمل وانضف من بره. ليه بقى؟ لان احنا ما حطيناش فيها مواد حافظة خالص خالص، ولا حطينا جيلي ولا جيلاتين ولا اي حاجة، عملناها كلها بحاجات مواد طبيعية. يلا بينا ندخل الفيديو ونشوف المربى الجميلة بتاعتنا دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض كده مربى جميلة جميلة ولذيذة قوي، وتعتبر من احلى وافضل المربات. مين فينا كده ما بيحبش مربى التين؟ طبعا مربى التين من انواع المربات اللي الكل بيعشقها، لاني طبعا التين كمان بصرف النظر ان هي المربى لذيذة، التين مفيد خالص، التين كله الياف، وعشان كده هي الحاجة الوحيدة اللي بحس ان انا لما باكلها مش بالذنب من ناحية الدايت، لا بخرف فيها الدايت، لاني بصراحة مربى لذيذة جدا. طيب احنا بقى اتكلمنا عنها كده كتير، نشوف بقى هي ايه وبتتعمل ازاي. زي ما احنا شايفين كده ان هي مكوناتها بسيطة خالص، عندنا تين، الكمية اللي احنا هنعملها اي كمية عندك، شوفي انت هتعملي كيلو هتعملي اتنين حسب ما تعملي. بس مقادير ايه بقى؟ لو انا هعمل كيلو تين يبقى عليه نص كيلو سكر، في ناس بتحط كيلو الا ربع، تمام برضو المقادير بتاعتها كويسة، بس انا عشان ما احسش بالذنب ناحية الدايت بحس النص كيلو على الكيلو تين، نص كيلو سكر على الكيلو تين بيبقى مظبوط معايا، وقلنا الكيلو الا ربع برضو مظبوط على الكيلو تين، يبقى الكيلو تين بياخد من نص كيلو سكر لكيلو الا ربع حسب الرغبة، وكمان ايه حسب لو التين عندنا جامد ومش مسكر قوي. خلاص كده اتفقنا، انا بالنسبة لي مناسب قوي ليا ان انا اخد على الكيلو تين نص كيلو سكر. هنا عندي كده تين زي ما اتفقنا بقى حسب الكمية، احنا عرفنا ايه المناسب ليها كميتها سكر، عندي تين عندي سكر وعندي طبعا ليمون. طبعا انا مش هاخد الليمون ده كله، انا هاخد زي معلقة كده كبيرة، يعني زي ليمونة او الليمون صغير يبقى ليمونتين، وطبعا مش هحتاجهم دلوقتي كمان الليمون. يلا بينا كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة كده بقى بسم الله بنجيف السكر بتاعنا، الكمية زي ما احنا قلنا كده اللي عندنا، وهبتدي اقلبه بس بالراحة خالص. نسيت اقول لكم على حاجة، ان انا التين مقطعه قطع زي ما احنا شايفين كده، التين متقطع عندنا قطع. ليه بقى انا مقطعه قطع مش على اربعة؟ لا مقطعه اقل من اربعة كمان، يعني احنا لو شايفين كده القطع دي كده، ليه؟ لان انا اصلا مش هخلطه في الخلاط او البلندر او لا مش هخلطه خالص، مش هضربه بعد ما تستوي المربى مش هضربه. هنا كده زي ما احنا شايفين بنقلب السكر في التين، وزي ما قلنا اهو شايفين القطع بتاعت التين قد ايه، مش على اربعة سجدة. طبعا اللي لو عايزة تقلب وسايباها تاخد فرصتها ماشي، بس ما بقلبش جامد يا سجدة عشان ما بهرش التين. زي ما احنا شايفين كده بعد ما قلبنا بقى التين بتاعنا في السكر، ومش هنقلب طبعا بالجامد عشان القطع بتاعت التين ما تتهرش معانا كده بقى. شايفين القطع اللي انا مقطعها اقل من اربع تربع، ليه؟ عشان انا عايزة القطع لما بتكون صغيرة بتتشرب من السكر اكتر، دي اول حاجة. وتاني حاجة كمان ان انا عايزة المربى بتاعتي قطع ومش هضربها بعد ما تستوى، فما تبانش ان هي قطع كبيرة وانا باكلها، عايزاها كده قطع تبقى قطعة مناسبة. يلا بينا بقى احنا كده هنعمل ايه، هنشيل بقى المربى التين بتاعنا بالسكر ده، هنبيته ليلة كاملة في التلاجة، يعني مش هنشتغل في المربى دلوقتي، لا هنشيلها كده ليلة كاملة في التلاجة، وبعد الليلة ان شاء الله هنشوف هنعمل فيها ايه. احنا كده هناخدها على التلاجة ونكمل المربى بتاعتنا بكرة ان شاء الله. ده بقى شكل التين او مربى التين بتاعتنا بعد ما سيبناها ليلة كاملة في التلاجة. شايفين الصوص اللي نازل ده ما حطيناش عليها احنا نقطة مية خالص، هي بتنزل الصوص بتاعها، السكر بيدوب مع التين فبينزل لي الصوص ده، انا مش عايزه احط عليها نقطه ميه خالص،
فهو ده اللي هيسوي لي ايه المربى. شايفين كده هو الصوص اهو بتاعه، واحنا ما حطيناش عليها نقطه ميه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. هناخدها دلوقتي نحطها على النار. هنا كده اخدناها حطيناها على النار، هنسيبها بقى حوالي كده تاخد لها زي دقيقتين ثلاثة، يعني تاخد لها زي غلوة كده او غلوتين، وبعد كده بنهدي تاني عليها النار. كده هنسيبها بقى تاخد لها غلوتين الاول كده، وبعد كده نهدي عليها النار ونخلي بالنا منها. هنا بقى زي ما احنا شايفين كده اخدت لها غلوتين، هبتدي كده بقى ان انا في الوقت ده كده هدي عليها النار، وكل ما يطلع ريم عندي كده بشيله. وخلي بالنا احنا ما بنضيفش عليها ميه نهائي، كل الميه اللي فيها ده الصوص بتاعها اللي نزل منها هي، ما بنضيفش عليها نقطه ميه. يلا بينا بقى كده هنهدي عليها النار، وكل شويه بس ايه نقلب فيها ونشيل الريم اللي على الوش ده. زي ما اتفقنا ان انا كده كل شويه هقلب فيها عشان ما تلزقش مني. هنا هبتدي بقى كده اضيف لها عصير الليمون زي ما احنا شايفين كده، ونقلب عصير الليمون. هنا حطيت زي ايه حوالي كده ليمونه كبيره. الليمون هنا بقى بيعتبر الماده الحافظه بتاعت المربى، بس الماده الحافظه الطبيعيه طبعا. وبيعتبر كمان بيديني السمك للمربى، بيخلي المربى تتقل معايا شويه، بيعقدها يعني. اهي ريحه الليمون طلعت منها اهي. اسيبها بقى كده وكل شويه زي ما اتفقنا نقلب فيها، ولو في ريم زي ما اتفقنا ان احنا برضو بنشيله. كويس بالنسبه لي انا كده تمام، السمك بتاعها كويس. السوا بقى زي ما احنا شايفين كل واحد حسب السمك اللي هو ايه عايزه في المربى بتاعته. انا بالنسبه لي عشان لسه كمان لما تبرد السمك كده كويس، عشان لسه كمان ان هي لما تبرد هتتقل اكتر كده اهو. تمام هنزلها بقى من على النار كده، نزلناها خلاص من على النار. شايفين انا السمك بتاعها كده بالنسبه لي كويس قوي، وهتتقل كمان لما تبرد. هسيبها بقى لما تبرد خالص. عايزه بس اوريكم بصوا القطع بقى، احلى مربى تين قطع. احنا بقى بنحبها كده القطعه دي، شايفين القطعه بتاعتها الجميله، بتتاكل كده بمعلقه ومع السندوتشات تبقى خطيره. شايفين القطع اهي كده. انا هسيبها بقى لما تبرد وتهدى خالص، وبعد كده ايه نعبيها بقى ببرطمانات في اطباق في علب زي ما يعجبكم كده. نسيبها ان هي تبرد خالص. وادي كده بقى شكل مربى التين بتاعتنا بعد ما خلصت، تحفه تحفه تحفه. شايفين بقى اول حاجه زي ما اتفقنا بنسيبها ان هي تبرد خالص، وبعد كده بنعبيها ببرطمانات بتكون معقمه طبعا وناشفه جدا، ما فيهاش اي ميه خالص البرطمان، عشان المربى بتاعتي تقعد معايا لاطول وقت ممكن. وزي ما احنا شايفين انا ولا ضربتها في البلندر ولا في خلاط ولا في اي حاجة، وسايبها قطع كده جميلة جميلة جميلة. شايفين بصوا القطع بتاعتها جميلة ازاي. لا دي عايزة تتاكل بصراحة، تحفة تحفة. ايه رأيكم بقى نتاكل كده قطع؟ تمام. وعايزة اقول لكم على حاجة بقى، احنا بنتحدى بيها في تراب. قومي اعملي المربى بالطريقه دي وتحدي نفسك وتحدي كمان فطرك بيها. مربى جميله وشايفين مرمله ازاي. اتمنى المربى تعجبكم، ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقه بنفس الخطوات تمشوا عليها وتبقى معاكم جميله. واسيبكم في حفظ الله.